ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما ندوزو الفيديو غادي نجاوب واحد الاخوات راسلوني وقالوا لي هادشي اللي كديري راه ما عجبناش، ديال انك كتفيلمي كل نهار، حنا راه ما بغيناش كل نهار، ماشي ضروري الا كانت الخدمه ما كاملاش سيري حتى تكملي الخدمه عاد ورينا اللوك النهائي. انا غنقول لكم داكشي اللي كاين. كما كتشوفوا معايا هنايا هذا نهار 13 نوفمبر جاتني فيه 135 درهم، وكذلك الايامات اللي قبل منه راه كل مره كتوصل 100 مره ما كتوصلش 100، ماشي مشكل الحمد لله. اللي بغيت نقول لكم هو شوفوا الايامات اللي ما كنحطش فيهم فين كيوصلوا الفلوس غير باش تعرفوا. انا كنبارطاجي معكم هذا الشيء لانكم تتسالوا وخصني نفهم لكم باش تعرفوا. المهم كما كتشوفوا هنايا النهار اللي ما حطيتش فيه فيديو نزلوا الفلوس ل 35 درهم. النهار اللي موراه كذلك ما حطيتش فيديو، ها هو كما كتشوفوا معايا وصلت ل 35 درهم، ولو كان نزيد نغبر يومين اخرى اولا غادي نلقى هنا 10 دراهم. اللي بغيت نوصل لكم هو انني ماشي حيت كنحط فيديو كل نهار حيت انا يعني تيعجبني، لا والله الا راه مضطره، لان الا ما كانتش عندي واحد لاصوم هنايا في الاخر ديال الشهر اللي نقدر نخدم بها راه ما غاديش يكونوا اصلا كاع فيديوهات، يعني غادي نحبس اليوتيوب. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، راه ماشي راه خصكم تشوفوا العذاب اللي كنتعذب فاش نصور لكم الفيديو. راه كنمشي نلبس حوايجي ونمشي نفيلمي عاود نمشي نحيد باش نحيد الشال ونحيد داكشي اللي سخون ونمشي نخدم شي شويه عاود نغسل يدي عاود نمشي، المهم راه تماره باش كنصور لكم. وتاني حاجه المونتاج راه كياخذ لي ساعات طويله باش كندير المونتاج، يعني هادشي راه فيه تماره. راه لو كان عندي حل مثلا حيت نجي نوريكم الفيديو النهائي ودخل لي واحد لاصوم هنا محترمه اكيد اكيد ما غاديش نقص نقرطط الفيديوهات، راه غادي نخدم يومين ثلاث ايام ولا اربع ايام عاد نجي نوريكم اللوك النهائي. ولكن اللي كنلقى فيه مشكله انا في اللوك النهائي هو انني كنجي لهذا الانجاجمون هادي كنلقى هنايا فيها هنا مازال الحمد لله راه كاينه جوج دقائق علينا ثلاثة دقائق، هنا كنلقى في اللوك النهائي دقيقة، يعني المدة المشاهدة اللي كنلقى راها دقيقة، يعني المدخول أكيد أكيد ما غاديش يكون هنايا حتى 200 درهم أولا 300 درهم في الفيديو من بعد شهرين ولا ثلاث شهور، ما كنهضرش على النهار الأول، النهار الأول طبعا ما كتكونش كاع ديك المشاهدة. هذه حاجة اللي بغيت نقول لكم. ثاني حاجة راكم شايفين المشاهدات بلا ما نقص نقول لكم، يعني شوفوا مثلا الجمهور اغلب الجمهور سواء اللي مشترك او اللي ما مشتركش، شوفوا هنا يعني الفيديوهات اللي كيتشافوا تبارك الله راه فيهم مشاهدات، يعني ما شاء الله ما يعني راه ماشي حاسدينهم ولا شي حاجه، غير كنقول لكم هذه الميزه هذه زادوها لنا اليوتيوب انكم كتشوفوا الجمهور ديالكم ولا اللي اصلا كيشوف الفيديوهات ديالكم، ها هما الفيديوهات اللي كيشوف باش كتعرف يعني اشنو الناس كيبغيو يشوفوا. وهذا السبب اللي خلاني كندير حتى مثلا فاش كتجي العائله كنصور في الفلوغ الا خرجنا، لان كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله عندهم في 3 ايام سيمانه ثلاثه السيمانات كتلقاو مشاهدات ما شاء الله. بالنسبه لي انا راكم شايفين المشاهدات راه الفيديوهات راهم قدامكم غادي تشوفوا تمشيو تشوفوا راه ديك التمارين اللي كنضربوا كلشي راه ما فيهاش مشاهدات، وطبعا المدخول راه غادي يكون ناقص، وهذا هو السبب اللي خلاني حتى كنرقعوا حتى في الخدمه، لان كاينين اللي قالوا لي يعني هذاك الترقع راه ما زوينش هذا، ولكن راه ما كرهتش، يعني حنا ساكنين ضروري انني نرقع الا بغيت نبقى ساكنه. المهم هادشي اللي كاين، غير بغيت نعطيكم فكره باش تعرفوا اللي كاين، ونتمنى انكم يعني تبارطاجيو القناه ديالنا الا كتشوفوها في المستوى وهادشي اللي كنديروه يستاهل انه يوصل للناس، كنتمنى انكم تبارطاجيو، هذا هو طلبي الوحيد. كما كتشوفوا درت هذا الريدو كنت دايراه من قبل ولكن كيجي مرون وكيجي مكمش حيت هو كبير ما بغيتش نقطعو على قد الباب، هو ديال الشرجم هو عريض بزاف فيه 3 متر. دابا المهم شوف كي درت له غير بالطويان طويته على الطرف جا هكا وطرف جا هكا عاد درته هكا فوق من الخيط، لان ما كما قلت لكم هذا دابا ماشي ديال هنايا، والصراحه ما باقيش كنظن انا غادي نستعمل هذا النوع هذا، غير هو ما بغيتش نضيعهم نقطعهم لان ان شاء الله غادي نصدقهم في سبيل الله، داكشي علاش دابا حاليا. المهم لقيت له هذا الحل اللي عجبني كما كتشوفوا طويته ايوا بعدا ما جايش مبهدل، علاش محتاجه الريدو بزاف، الدبان قهرني قهرني قهر ديال المفيد، والطيور كيدخلوا واحد النهار دخلوا لي جوج طيور حتى للبيت وسخوا لي الوسايد، اش غنقول لكم ما نعاودلكمش راه تماره. ايوا المهم دابا راني عاود رديت الريدو حيت كنديره ودابا عاود رديته ولكن بهذه الطريقه جا حسن.
البنات بغيت نقول لكم واحد الفكره، كما كتشوفوا هذا واحد كل مونطي، والصراحه ولا كيجيني مزير من هنا وكيضيقني، والكمام ديالهم مزيرين. عرفتي الفكره اللي غادي ندير؟ لان ديجا درتها من قبل، كنبغي الكول مونطي فاش كيبرد الحال غادي نقطع هنا، فهمتوا؟ هنا، ونخلي شويه ديال الخياطه هنا، ونعاود نقطع هنايا، ونخلي شويه الخياطه، ونحيد هذا الجزء هذا. المهم انتم غادي تشوفوا باش غادي نحيد الكمام ما عندي ما ندير بهم، ولتحت والكم الاخر، وغادي يبقى ليا كل مونطي نلبسو. تهنينا وحنا غادي نلبسو لان كنبغي هاد كل مونطي، ما كنلقاهمش في الواسعين، كنلقاهم في لي طاي الصغيورين. دابا القضيه مهنيه منا. كنت كندير واحد القضيه زوينه بالنسبه اللي بغى يديرها، كنت كنلصق فيه البوني، دوك البونيات اللي كيتلبسوا كنخيطو من هنا ومن هنا، وصافي كيبقى لاصق فيه البوني باش كيتشد الكول وكيغطي جهه الودنين عاد اللي بغى يدير الشال. المهم راه مازال غادي نوريكم هذيك القضيه من بعد، خصني غير نشري البوني في السوق ان شاء الله وغادي نوريكم. المهم نلبسو لاباس. طلال عيطتي ولا غير انا جيت نطلع؟ الله فراسك وي كنسمعش. شحال وانا كنطلع التليفون، كنطلع التليفون نشوف زعما واش جيتو، غير على الله راه حيت غير حاضيه الوقت. عيطنا شحال من مره قلت ها دابا عيطتي فدا ماشي في التليفون. ايوا انا حاضيه التليفون حيت بعيد عليا ليه. ايوا زعما هاد الباب الفقصه بخير. الحمد لله. ماماك ضروري الدور ما حد كاين اتساع هادي ريما الحبيبه ديالي، توحشتها النهار كله ما شتاش، ولكن لا سلام لا كلام الى ان ان تغسلوا. ايه دابا عاود رجعت الحبيبه ديالي. والله الا مره يكون رقيق، ولكن كاين مع فرق الطول، مع فرق الطول. يلا مامي يلا الزوينه ديالي، توحشك هاد النهار عاود. الله ايه كنت وحشه، كنلقاش مع من الدابس. دابا المشكله ما كنلقى مع من الدابس. يلا ماما يلا هذاك عطي لطاتي تهز لك القنبوله مولفه قنبولتها. قلت لها ما بقى لك غير هذا العام في الابتدائي، شنو جايبه لي شي حاجه؟ مالي كترحل. قلت لها انا عليك شي اللي قلت لك خلي الحاجه اللي ما كتحتاجوهاش خليها في لاكابان. بصح كتغطى بها في الدار. شنو شنو باش جابت لك شي حليلي؟ شحال توحشتهم باقيين حيين كيتركلو، باقيين حيين شي حاجه شي شويه شي وحدين وكرام باقيين باقيين. مازال العلاج شحال كاتر جا العلاج، جا العلاج بارك الله. هو مازال كيتحرك، مازال كيتحرك، هو باقي دابا قرصني كواترو سين كواترو ماشي سين. وعوضات لك صلي وقلنا لك صافي بلا ما تجيبي بلا ما هذاكشي داكشي علاش خليه تحت. انا لا قلت لك واخا داكشي ما تجيبيش، راه ربما تحتاجي. راه نشري وسط الجنة ها كيعجبوني دوك السطوله على شويه دوك الكاواتشو، شتا كي طاح عليهم الواحد ما ولكن عاود كيتقطعوا. ايوا المهم على سلامتكم. يلا سير تغسل طلال، يلا يلا سير تغسل الاكمام. بصح هذاك اللي راه الروبيني اللي هي طلعت طنخرة، من جبتيها الطنخرة؟ من جبتيها الطنخرة؟ واخا داكشي حتى انتي راه تبكرتيه فراسك، خصك باش تضعفي، خصك باش تضعفي، كنعقدك بحالي باش تضعفي. وما تجي غسلتي، غسلتي يديك بالصابون وداكشي. لا الله ما شارجيتها بنتي، نسيتو. وحشتك ها؟ الله، عاجي تشوفي لا سوربريز اللي درت لكم انا في الثلاجة ياج؟ ماني جيت شوف درت لكم واحد لا سوربريز في الثلاجه، جي جي تشوفي واحد لا سوربريز. واو كلاس انتي شحال عمرتها لكم باش حيت تجيو تلقاو خويتها لكم باش حيت تجيو تلقاو فين تحطوا ياك
نبقلك هما اللي فين الشيوات من عندنا قبيله وانا قبيله وانا المونطي بداك الفيديو الصباغه الا بغيتي شي صباغه مرحبا كاينه موجوده لا 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 صافي عينا سبحان الله ما يمشي عاوتاني نقصوا شي شويه لهي ها كتكون شي واحد عنده ليدي كيلصقوا له بلحظه راسو اه انت عندك شي يدي لا ولا ايدي تتكون عندي ديالي يمشي نقص لا 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 هو اليوم حتى انا راه لاباس راه ما بقاش بزاف غير دي غوتوش سخي ورين كنظنر ما حتى الغدا ونكملو بقاش باقي خصني نصبغ هاد البو باغي باقي بغيت ندير واحد الديكور ديال الشابي شيك بواحد هذا حتى تبدل لي حوايجك لا غنخدم دابا ليك باش شتي هاد الحوايج حتى فشي قنت كاينه في داك الكراج طفي داك الضوا بنتي حتى نرد داك الخيط هادوك لي روتوش نيت خصني نديرهم باش نجمع داك الخيط لا لا زاد دابا غادي نقادو داك الشيء ان شاء الله ويلي كيتركلو دابا غادي طيبيه وما كنسكن هاكا ياه وين كيبقى فيها يلاه عطينا الشيتا دابا غادي تعطيهم امل في الحياه وتعاودي تقتليهم غادي نعطيهم غير حياه في حياه امل وي الله الا عطينا ما بقيت غير نفهموش خدامي لهاد الخياط دائما الخياط هكذا الوعانات عندنا بهذوك الخيوط هذوك الخيوط ديال الشبكه واش علاش الشبكه ماشي بحال السبيب لا سبحان الله والله الا شحال هادي بيننا وبين هاد الكخاب ديال كماني غادي نمشي للبحر ما شيتيش حنا جبنا لك نسمات البحر ما جبناش البحر كي نسمات البحر ما كاينه في حد البحر ايوا ولا قلت لك الحوت ما كناكلوه غير حيت تكونوا نتوما يعني عليا حتاش معاه بزاف ديك الدرجه شتي باش كتجيو تجيبوه فين داك الحوت المحمدي كان لا لا الابيض بالازرق الحوت البيض كان موت عليه كله وهذاك داك شويه راه لي سباطون صغير ها هي هذا ديال ماني
ماشي الزريعة، الذريعة. واك واك اللي غايجي. نعم. شكون؟ البيض. الله شحال كيعجبني داك البيض ديالو. كتاكلو طلب؟ داخل 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 في الجنب حتى انت. ودابا راه في راسكم دابا انا راه هذا راه هو البرج ديالي. زعما نعطيوه لكم. زعما فهموا راسكم، عطيوني جوج، عطيوني جوج وخذوا واحد واحد. خذوا خبزه خبزه وعطوني نص نص. لا حنا مسكين والله الا كيتركل. هذا فرنساوي حارق عندنا بصح. والله كنتيق انا، والله الا كنتيق. فرنسا عندهم لو طوختو، عندهم الظهر ملس ماشي هذاك. هذه لا غينيا دوم، هذه لا غينيا، لا غينيا دوم هذه هي غنكلو ناكلو رتيله بصح. اختي قول خليها خاب ولا شي حاجه، خلينا ناكلو. انا كنشوف هنا شحال بعرتيلات وتجي توكلي عليه دابا. اللهم والله الا سبايدر مان. ولا لا بنتي كتعرف ترسم ما شاء الله تخي جولي. لا زوينه زوينه، برافو عليك. دابا رسمتها غير من 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 خيالك. وي غير بحال اللي جيت شفتو في واحد الخدس. مزيان برافو عليك. وبنتي غير غير استمري هكا راه لي زيسباد في قبل كنت كدلاها. معليش شوفي راه شتي لا بخاتيك هي اللي غتخليك ترسمي مزيان. ان شاء الله المره الجايه زعما شي مره تجي وتلقاو شي كوزينه هنا واعره وبراتيك، وحده طيب لهاد الجيه، وحده تغسل الماء لهاد الجيه، وحده تمشي تدير رجل على رجل ليا انا. غادي نبدا غادي نبدا نعرض عليكم بزاف. عيط وحده كتغسل الماء وحده كطيب وانا كنرتاح. والله ان شاء الله بحول الله حتى نديروه. بغيت واحد قن ولا خن ولا الخن ديال الدجاج نشمش عرفت. شوفي والله العلي العظيم الا كلشي دايره في بالي غير حيت دابا تخيلي دابا الكوزينه بقات لي الكوزينه كون دابا جمعنا شي البلدي راه غنديروه. شتي بعدا علاش كنجيو كنهضر بزاف عندك هنا بحال اللي جايه للعياده. خصني عوان هي دابا انا طبيب، خصني نحسب لك بالساعه، خصني نحسب لها بالساعه. والله العظيم كترتاحوا. وحنا اصلا فاش كنتلاقاو راه الحمد لله. هي هذيك هي هذيك راه ريبت الحفله تما، جيت حطيت الموضيم و... ماشي كنفشر ماشي كن. والله العظيم الا كنرتاح. وباش لاصقانا هنايا ولاش عايشه انا في هاد المزباله؟ راه حيت راه بعدت على الصداع. راه سي نورمال. راني ما فيلميتهاش، ما فيلميتهاش. فاتي بغات دير السويده ودرت السكر وحيديه من قدامك عليه الفوق. ضيعتنا الحرشة. واخوي داكشي عاودي ديري ديري السويده كلها. انت ترشي سليمان على سلامتك. عاود كرطونه الخبز ما عنديش باش نشد، ما عنديش باش نشد. ندير لهم الشرجم حيت خصني نحيد هاد نسد هاد الباب. قبيله سليمان قبيله ود المؤذن وساله وسمع الطاطي البقره قال لك ها ها هو كيود المغرب. ويلا الحشرات كيكوتا شادي باش كنصور مسكينه كي دايره. ويلي ويلي لا فضيحه على شوها شو هادي شوها. خصني نلقى ما نلقاش عند المهدي. اطلع لا جي شوف اجي شوف هادي اخت هادي ما نلقاش عند المهدي حيت دابا البورطابل كبير باش كنصور. ايه بحال هادي راه تهرسات. ها شوفها ما كاين عنده تريبي ولكن هادشي لا لا ما خصنيش تريبي حتى هما. عندي جوج ديال لي تريبي واخا واحد مهرس ماشي مشكل. لا ما عنديش هاد البيس ديال الكام وما كاينش وما كاينش هاد ما نلقاها دابا. راه عرفتي شوف ناس ناس باش ايه ولكن كاين غير ديال سميت هذيك
قولها انت العصا السيلفي، العصا السيلفي كتهرس دغيا. شتي بحال هذه كبيره شويه، شتيها هذه كبيره شويه. كاينين ولكن ما نقولش لك ان كاين عندهم حاله ديال الانسان. خصني غير كبيره ماشي ضروري سختها في هذه بعدا باش تعرف. هذه راه كانت عندها واحد البياسه هنا ياك وقطعتيها حيت ما كفانيش التليفون. شنو واحد هو اللي يبريكولي واش غنديرو؟ ما عنديش باش نصور دابا، راه التريبي راه الا خطاني درجتني من البانكود من ديك الوقيته وهي كتخدم مسكينه راه صبرات معايا.